تحية لكم، تحية لكم مشاهدينا من الإسكندرية، ونواصل تغطية فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط. أرحب بضيفي الأستاذ سمير فرج، المصور والمنتج والذي قدم أكثر من 150 عملا للسينما المصرية. أهلا ومرحبا بك أستاذ سمير. أهلا وسهلا. أستاذ سمير، بداية يعني هذه المشاركة في مهرجان الإسكندرية ماذا تعني لك؟ وبعد هذا التاريخ الطويل، وكيف يمكن أن تنقل ما قدمته وخبرتك في التصوير لعديد من الأعمال في تاريخ السينما المصرية للأجيال القادمة؟ والله اللي قايم بالدور ده دلوقتي جوجل، تخش على جوجل تكتبي اسمي تطلع كل الافلام اللي انا عاملها. بكتشف طلبه عندي في كليه السينما، في مسرح كليه السينما والمسرح في جامعه بدر، بيجوا يقولوا لي حضرتك عملت مش عارف ايه وعملت ايه وعملت ايه. فهي التقدم التقني والتقدم العلمي في الحاجات اللي زي التليفونات وزي المنصات وزي جوجل والحاجات دي خلقت جيل مش زينا، احنا جيل قارئ، احنا عايشين على يعني انا لغاية دلوقتي بقرا الاهرام والاخبار والمصر اليوم الصبح، خدهم واروح بدري جدا الجامعة عشان اقعد اقرا الجرايد الاول واشرب القهوة وبعدين انزل ادي المحاضرات. أستاذ سمير، كيف ترى تطور عملية التصوير؟ يعني في الماضي تاريخيا كان هناك ربما جهد أكبر على المصور في التركيز في أخذ زوايا معينة، كوادر معينة. اليوم مع التقنيات الحديثة في الكاميرات، الكاميرا توفر على المصور مثل هذا، هل يقتل هذا الإبداع الشخصي للمصور؟ لو هنحكي على الكاميرات زمان، ده كانت كاميرا مربعة كده اللي تشارج بتاعها صعب جدا. لا زماننا كان مختلف، بس خلق جيل واعي، والمصور اللي كان بيصور ومعتمد على ده بس بيقع. إنما البحث عن الثقافة والمعرفة والتطور ده شيء مهم جدا. فأنا كنت من مجموعة اللي بتدور على الجديد، إيه حصل إيه بتاع. فإحنا بعد النيجاتيف بقيت تجيبي كاميرا صغيرة زي الكانون ولا بلاك ماجيك، تظبطي كل حاجة وتصوري سنة، شوفي كلر كله بيتعمل في الكاميرا الصغيرة اللي قد كده. يعني التطور ده إعجاز فعلا، يعني اللي فكر في الحاجات دي وعملها ده مبدع. برأيك أيهما أصعب، التصوير في الماضي أم اليوم؟ وأيهما أكثر إبداعا؟ لا الماضي، الماضي أصعب، لأن كان كل حاجة ده النيجاتيف، والنيجاتيف ده فيه قصاده نيجاتيف صوت، والاتنين يتحطوا مع بعض ويتعمل لهم علامة سينك في المونتاج عشان الاتنين يطبع بقى البوزيتيف اللي هيتعرض في دور العرض. لا كانت حكاية مختلفة تماما، غير بقى ان كانت الريل 3 دقايق باين حاجة كده بتخلص لازم نغير تشارج ونحط فيلم تاني. لا الوقت الكاميرا بتسجل بمراحل اللي انت عايزاها، ساعة ساعتين بتتسجل وبتشوفي صورتك من الأول. يعني أنا أروح جنب الكاميرا أشوف التظبيطة خلصت. أستاذ سمير، قدمت يعني أعمال مع عدد كبير من النجوم مثل عادل إمام، محمود عبد العزيز، نادية الجندي، إلهام شاهين وغيرهم الكثير. اليوم الجيل الجديد في مجال التصوير، وأنت أكدت على موضوع الوعي والثقافة، ماذا تقول لهم، ماذا تنصحهم للعمل في هذا المجال؟ يعني أنا بنصح كل الأولاد، لأن أنا يعني حتى في معهد السينما اللي بيدرسوا كانوا تلامذتي وولادي وحاجات كده. فأنا بنصح إن ما يبقاش مصور بس، لازم يبقى ثقافة ومعرفة وقراءة واطلاع. يعني أما بتاع تصوير يقرا الإلياذة والأوديسة، ده عارف سر الدراما اللي في الكرة الأرضية. فده اللي أنا بعمله بقى مع الطلبة بتوعي، وأجبرهم على قراية حاجات عشان يجوا يسألوا. فالتعليم برضو محتاج
تطور، محتاج معرفة، محتاج إن الواحد يجدد، ما يفضلش ثابت على حاجة معينة، لأن الزمن بيتغير وبسرعة شديدة. شكرا، شكرا لك على هذه المشاركة، شكرا جزيلا. الأستاذ سمير فرج على طبعا ضيفنا في ضفاف، وكما قال وأكد على أهمية الثقافة والوعي والمعرفة للمصور للإبداع بشكل أساسي. ومشاهدينا شكرا لكم على المتابعة، عودة لاستوديو ضفاف.